السلام عليكم، مرحبا بكم. عودة موفقة إن شاء الله بعد غياب طويل، واحد الشهر ولا شهرين ما طلعتش فيديو، كنعتذر. المهم الفيديو ديالنا متنوع زوين، غنشارك معكم برنامج ديال الأكل ديالي هذا الأسبوع، خفيف وظريف، سهل وسريع، متنوع، لقطات من هنا ومن هنا. يلا ما تمشيو فين، بقوا معايا. مرحبا بكم. نشارك معكم سبيرادورا اللي خديت دايزون اوبي 11 ابسولوت اكسترا لو ديرني موديل. روعه 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 الصراحه. العيالات اللي ما عندهمش الوقت لحس العون، عندهم الدراري واللي خدامات ما كاينش الوقت، دونك باش تحيدي الغبره اللي فوتوي ديالك، الزرابي، الادغال، الناموسيات، القنوت اللي ما كتوصلي لهمش، يعني روعه. الا كنتو مهتمين بالامر نقدر ندير لكم ريفيو عليها، اي حاجه فيها لاش كتصلاح، كيفاش نديرو نستعملوها، وكل ديتاي فيها ما عليكم غير تقولوها لي في الكومنتير على الراس والعين، ندير لكم عليها ريفيو. وهنا دويره في الحوينتات في لي سونتر كوميرسيال، كنفتشو على روبيني زوين يكون عملي للكوزينه، ويكون زويون يتواتى مع موبليز ديال الكوزينه. فتشنا الصراحه في الكورت انجليز، انا شفت في الكورت انجليز وفي ايكيا كما كتشوفوا. من بعد دويره مع العائله وهانتوما معايا. وها هو الروبيني كنوريه لكم، جا زويون في الكوزينه، شويه عالي ولكن معليش، الثمن زوين والديكور زوين ويتواتى مع اللون ديال الكوزينه ديالي. صافي، والكوزينه كتبدا بالروينه ديالها، كنجمع شويه من القدام، نحيدو القشاشه، نديروهم في لافاخيه، نحيدو الزبل باش نبداو البرنامج ديالنا. كنبداها انا دائما الكوزينه، خصني حتى نجمعها ونقادها، نغسل لافيترو، عاد كنبدا الطياب ديالي ديال الاسبوع. المهم بقاو معايا تشوفوا الاطباق اللي غادي نوجد لهذا الاسبوع، ساهلين وسرع وما نجلسوش نهار كامل حنا كنطيبو، ويكون عندنا الماكله واجده لطيله الاسبوع. وهنايا دزت كنرصي كلشي، المسائل ديالي فاش كنتقدى كندير كل حاجه في بلاصتها، باش الا ما كنتش انا في الكوزينه اللي الزوج ديالي اولا البنت ديالي كتعرف الحوايج فين كاينين. بهذه الطريقه كنديرهم بشكل سهل، يعني في القريعه الزاج كيبان شنو كاين الداخل،
بالنسبه للقطاني لي بات لي كوكيز ديال البنيته لي فرويساك اي حاجه كنديرها منظمه بهذا الشكل. واول حاجه كنبدا بها غادي نوجد هذا الاسبوع شويه ديال لي كريب ديالي ناقصين في الكربوهيدرات، ما كنديرهمش بالطحين الابيض بطبيعه الحال. المقادير سهله وبسيطه، كندير فيهم جوج البيضات، كندير معلقه كبيره ديال الفرماج ديال الدهن اللي عندكم متواجد في الدار ماشي ضروري الماركه، شويه مليحه، واحد المعلقه حتى لجوج صغار ديال طحين الكوك، وواحد 200 غرام او 250 غرام ديال طحين اللوز، واحد المعلقه ديال ستيفيا، وكندير واحد المنكه. انا عندي دائما كنستعمل معكم هاد لي ساشي اللي كنشري بدون سكر، هذا ديال اليوم ديال الكيت كات. ومن بعد غادي نزيد شويه ديال الخميره الكيماويه، واحد معلقه صغيره، جهد معلقه صغيره اولا معلقه عامره هانتوما كما كتشوفوا انا درتها، باش كيجي شويه اسبون خوصو يعني منفخ. كما كتشوفوا كيجيو زوينين ورطبين، دي كريب صحيين ناقصين في الكربوهيدرات وماشي طحين ابيض. كندير هادو ليلي انا بطحين اللوز، وللدار كندير لهم ديال الشوفان بنكهات مختلفه. كل مره شنو النكهه اللي كنشري في الشوفان راه كنت شاركتها معكم في المشتريات ديالي ديال المشتريات ديالي الرياضيه ديال اتشي اس اني عفوا. وها هما كي كيجي، وروعه روعه روعه المذاق ما نقولكمش. كنرافقهم بهذا السيروب اللي كنشري حتى هو زيرو سكر، نكهات مختلفه، هذا يمكن الكراميل، واه الكراميل بنيته ديالي كنديرهم لها مع العسل، وبالصحه والراحه. هانتوما هاد لي كريب ها كي كنديهم، مره كندير يا اما يوغور الافطار اولا هادي الكريب اللي كندير باللوز، كنقطعها على اربعه كندير لها لي فرماج، وكنديها مع كنديها مع سيروبي زيرو سكر صفر السكر، وكنديه مع اربعه د الفريزات، وكندي هذا هو الفطور ديالي لان انا ما كنفطرش، كندير صيام متقطع، كندي اتاي وكندي هاد الطابر وكندي لي فرويز. واول حاجه غادي نوجد واحد لاصالات زوينه الصراحه، من نهار كليتها في واحد البوفي ديال الاوتيل عجبتني بزاف، صحيه وحتى هي ناقصه في الكربوهيدرات، كنديروها بالكرافس. اييه غتقولوا لي الكرافس، اييه الكرافس روعه روعه في المذاق. غادي نحيد لهم كاع ديك العلفه ونقيه ونغسلو كما كتشوفوا. من بعد اللوز غادي نحيد له القشره ديالو، غادي نقليه ونهرمشو، وكندير معاه الكيسو فيتا صافي. والخلطه ديال اي شلاضه زويته، شويه ديال البزار، شويه ديال المليحه وزويته بلديه، والخل ديال التفاح، انا كندير خل التفاح اولا الخل العادي اللي بغيتو ديرو اولا حتى الحامض اللي بغيتو. ومن بعد فاش كنطيبو كنخلطو كلشي، كتجي زوينه 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 وصحيه. راه الفوائد ديال الكرافس راكو غنيه عن التعريف، والفوائد ديال الكرافس عديده جدا. شو كان
كيديروا فيه هما، كيديروا فيه اللحم السردو، كيديروا فيه كلشي، الحلوب كيديروا فيه كلشي. انا كنديروا هكا البنتي وراجلي بالفيدوة، كيجي بالفيدوة بالحمص، بغيتي ديري بالحمص باللوبيا باللي بغيتي بطيطة صافي، العطرية ديالها لاصوص كتخليه يطيب كيجي زوين. كتخلي فيه المريقة، ما كتخليش تينشف غير بالمريقة. هذا بلاطو اكوتشارا، نخليوه يطيب على خاطرك. وهذا طبق ثاني حتى هو صحي ناقص في الكربوهيدرات، البروكولي والشيفلور والفلافل مع البصله الحمراء، كنديرهم سوطي. كندير له نص سلقه البروكولي مع الشيفلور، كندير له نص سلقه وكنسوطي الفلافل مع البصله صافي. كتجي اكله خفيفه. هنا صدر ديال الدجاج مشوي، كندير له الشرموله. كل مرة شرمولة اللي كنديرها شاركته معكم بزاف ديال الفيديوهات. كنديرو على بلانشا، نرافقوه مع شال سالاد او نرافقوه مع خضيرة او مع روز او كيف ما بغينا نرافقوه. وهذا هو هذو هما الوجبات اللي وجدت هذا الاسبوع، ساهلين وخفافين وظراف. هنا كما وريتكم الطبق الرئيسي للبنيسه والزوج ديالي. نورمالمون هذا عاده كيدار باللحم وبزاف، ولكن انا كنديرو هكا لان الزوج ديالي نباتي. صدر الدجاج مشوي بالعطريه ديالو، هذا الا بغيتو نشاركو معكم كي كندير له نوريكم كي كندير له. الفلافل الحمراء والخضراء دائما كنخليها واجده مقشره مشويه معدله، ديك الساعه غير فاش كنبغيوها كناكلوها سخونه. كندير لها شويه مليحه وكمون، شويه القزبر والثومه وزويته بلديه صافي كنسوطيها. لا سالاد لي شاركت معكم رائعه جدا. هنا لي بروكولي ولي شو لي شوفلور مع الفلافل والبصل الحمراء سوطي، رائعه هذه تاكومبانيا افيك اون بروتين ولا مع الحوت ولا مع التون ولا مع اللي بغيتو، رائع جدا. هذا لي كوتليت ديال اللحم كانوا عندي جبتهم لان غادي نستعملهم نشاركهم في واحد الطبق مع لا سالاد اولا مع لافوكا ولا مع شي حاجه هذا الاسبوع. انا البطيخ كنقطعو كتبغيه البنيته ديالي بزاف، دونك ما كنشريوش الدلاح كنشريو البطيخ بزاف، كنقطعو كنحيد له كاع القشور ديالو الزريعه كنخليه في الطابط الواجب فاش كيبغيو كيهزوه وكياكلوه. هادو لي يوغور ديال الصباح كنديروه بالحليب الباستوريت، راكم تشاركتو معكم في واحد الفيديو ديالي. هذا الفطور لا كريب ديالي ديال اللوز وديال لافين البنيته والزوج ديالي، هادو الفطور. وهادو دي تنتمبيه اللي كنرافقهم العمل ديالي. هانتوما كندير هنا الميكس ديال الفواكه الجافه كما عندي هنايا، ها هو هنايا ميكس الفواكه الجافه، دونك كنديروه في دي بورسيون وكنديه معايا للخدمه. هذا واحد التنتمبي حتى هو صحي، كندير يا اما الخيار مع الجزر مع زبده اللوز او زبده الكاكاو وكنديهم. هنا ديت الكرافس، ان الكرافس صحي بزاف، وكنرافقهم دائما مع هادي، هادو دائما ما كيخطاونيش، يا اما كنديرهم في الدار ولا كنطلبهم فاش كيكونوا بروموسيون. هذه زبده ديال اللوز وهذه ديال بينوت بوتر ديال الكاوكاو، ولكن بيو كنفضل نشريها بيو، ما كيكون فيها لا زيوت مهدرجه ولا كتكون طبيعيه 100% محمره ومطحونه. دونك هذه افكار كنشاركها معكم. وبطبيعه الحال هذا اليوغور باش ما ننساش، هذا اليوغور كندير فيه الكيتو كولاجين،
هذا اللي كنطلبوا والان سي تي اويل تا هو راك شاركتهم معكم المشتريات ديالي المفضله ديال اتش اس ان. وهو هذا الميل ديالي لهذا الاسبوع خفيف وظريف سريع، كلوا عندنا وجبات في الدار. خليكم في امان الله، ما تنساوش شيروا بلايك الفيديو اللي عجبكم، ولا بغيتوا بحال هذا النوع ديال الفيديوهات معيكم غير تشيروا له في صندوق الوصف ونشاركوا معكم على الراس والعين. وهو هذا، مع السلامه.